بالحبر الجديد مع صحف ومواقع عربية وعالمية في عناوين الميادين نت مع كل جديد. وفي الحدث هذا اليوم، من بين لهيب الحرائق، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تحط في الجزائر، زيارة تحمل أبعاداً كثيرة قد تبدأ من المغرب العربي ولا تنتهي في الصين. مع أستاذة العلاقات الدولية في جامعة الجزائر نجوى عابر. بالحبر الجديد يومياً الساعة 11 قبل الظهر بتوقيت القدس الشريف.